لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. حتى شنقريحة غاب. أنا منطقيا أنظر غياب شنقريحة هو المطلوب، وأنا كنت نقول لكم من المفروض قائد أركان أو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما يظلش نهار كامل في التلفزيون، يروح يخدم خدمته عملياته وعليه يشوفوه كل يوم، هذا هو الطبيعي. لكن لما كان يظهر بزاف عندما غاب ولا غير وضع غير طبيعي. هناك اللي يتحدث يقول راهو راح في سويسرا في رحلة علاج، هناك اللي يقول راهو يتواجد في الخارج من أجل رحلة ما، هناك اللي يقول راه خرج إجازة، والله أعلم. ولا واحد سمعت يقول راه يمارس في مهامه، لأنه ممارسة المهام دائما تظهر لنا في التلفزيون، قريب يعودوا يبثوا لنا من البيروات نتاعهم، هذا غير منطقية أصلا. مؤسسة عسكرية ما تصير بهذه الطريقة، قائد عملياتي يقعد في الكازرنة نتاعو ويخذ في المهام نتاعو ويدخل ويظهر في التلفزيون ويتحدث في السياسة ويخوض في أشياء تخص البلد ما عندوش علاقة بها، إلا إذا كان ما كانش رئيس. الدولة ما عندها رئيس، لا راهي في وضع غير دستوري. والبلاد هذه متعودة، شفناها في 92 كما حبوا ينحوا الفيس، داروا هذه كانت على الفراغ الدستوري. زروال، رحيل زروال أصل كان رحيل بطريقة غير قانونية، رحيل غير قانوني أصلا في ذلك الوقت. الرئيس إما يموت أو يستقيل أو يطبق أو يكون عاجز يطبق عليه المجلس الدولي وش اسمه، ولكن أن يكون ويعلن انتخابات ويقلص المدة نتاعو، هذه كما مع الثغرة هذه ما لقيناهاش في الدستور، ربما يلقوها في أشياء. إذا غياب شنقريحة أنا ليست لدي معلومات، هناك من يتحدث لي ولكن أنه موجود في الخارج، في الخارج هناك اللي يقول راه في زيارة عند الرئيس، وهناك اللي يقول أيضا راه في رحلة علاج، الله أعلم. لكن هذا الغياب وضع علامات استفهام، وهذا الشيء الجيد اللي نقول فيه القيادة الأركان ما تظلوش نهار كامل تظهرون في الجنرال، خد ويغيب جنرال تخرج الدعايات الإعلامية أنه حدث شيء ما، ولكن لو الجنرال قاعد يخدم في خدمته ما يظلش نهار كامل يظهر لي في الفيسبوك في الصفحات، قريب يعود نهار كامل هو لايف بالبير نتاعو البيرو نتاعو، بمجرد ما يغيب هكذا شوي يضع علامة استفهام، وهذا يطرح الكثير. والوضع الأمني والوضع الإقليمي ما هو جيد، ما يخليش نهار كامل العسكر هما في نشرة الثمانية من بداية النشرة وداروا خرجوا وراحوا وكذا وكذا. العسكر لديهم مهامهم يؤدوا فيها يطلق عليها أجر بلا مزيته. أنا نشوف بعض الناس يروحوا يشكروا العسكر اللي خرجوهم يحلوا في الطرق، شكرا أيها الأبطال قمتم، لا 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 خرج عليها ومدي عليها بريم يخلص عليها بلا مزيته. كل واحد اللي في المجال اللي يخدم فيها بلا مزيته يجب أن نتوقف عن شكر ناس يؤدوا في الواجب نتاعهم. ما نشكركش، راك تخدم في خدمة تدي عليها أجر، عندك عليها امتيازات، تدي عليها بعد لاروترات، تخلص في الضرائب والدولة وعطاتك لاسيرونس الدولة وعطاتك أشياء امتيازات تحلم بها وسكن وغير وغير وغير، إذا تخدم خدمة ما نشكركش عليها. لكن عندما تخترع لي أنت في إطار عملك تعمل لي شيء غير مسبوق تستحق أن أكرمك وتستحق أن تأخذ الجائزة، هكذا الدول تسير؟ ماشي نحن أي شوفوا نقولها لكم كلمة، كي نتعلموا كجزائريين ما نشكروش الرئيس، ما نشكروش، راه إنسان راح نتقدم جاء تقدم مشروع انتخبوه نهار كامل سيد الرئيس أبونا ونمدحوا فيه، بهذه الطريقة نصنع طغاة، نصنع مستبدين، نصنع فاسدين يعودوا يشوفوا في رواحهم أكثر من مناصبهم. أنت راه رئيس راه عنده امتيازات خيالية، طائرة خاصة، شهرة شهرية كبيرة، تحركات حماية، أي عنده امتيازات كبيرة بسبب هذا المنصب، إذا ما نجيش نشكره، راه عايش بها وأولاده راهم يتمتعوا بلقب أبناء الرئيس ويبقى حتى عبر التاريخ هو يسموه رئيس الجمهورية، راه عنده امتيازات ما نجيش نشكره. ما نجيش نشكر رئيس البلدية، أنا غدوة ننتخبه غدوة كيجي يخرج للطريق يوقف في الطريق يدي نشر الصور الفيسبوك أو رئيس البلدية والله يخرج يوقف على الطريق يخرج غصبا عنه. نتعلم أنه المسؤول ما نشكروش على حقوقي، هو في منصب عنده مسؤوليات يؤديها وربي سهل عليه، ما شو حاب يؤديها يحوس نشكر وانا يروح يقعد في داره، ما نهضر عليه ما نحوس عليه. نعم
هذا هو الذي يجب ان يكون. أو واحد يكتب لي يقول لي انت كل يوم كنت تشكر في القايد صالح، انا القايد صالح كي كان موجود ما شكرتوش. انا كنت نقول المؤسسه العسكريه ادت واجبها كما ينبغي، والان الرجل رحل الى ربه يقول ادى واجب كبير عليه في تلك المرحله، رغم انه العسكر يقتل شعبه راهي مش مزيه، ولكن بالمقارنه مع الدول نقول فيها راهو استثناء حدث. هذا هو يعني، والله انا نقولها لكم اخواني الكرام أن هذه اشكاليه راي بالطريقه هذه ننتهلكوا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.